يلا دونك الجامعة لهنا يا سين تقول لك اني تنزلت على برشا فلوس، معناها بارابور الكونترا اللي قبله واللي قبله، معناها من 2016 اليوم 2.3 مليار اقل سوم، ولكن الجامعة انها باش تتكفل تو بالفلوس مداخيلها من المتأتية من حقوق البث التلفزي للأندية. للأندية بيان سور توا ولات كيما نقولوا فما بروبليم. شو انا على غالب ما نجمش نخمم في الحكاية ولا هكا جو ريزون من غير ما نشوف لونغ البوليتيك تحب ولا تكره، خاطر هي راهو الاساس والاشكال سياسي بحت سياسي ونقابي سياسي بامتياز. ولكن النقابه تاع المعارضه هذيك حصر اللي عملتها هذيك اللي تبيع هذيك او موان باش تدخل ارواحكم. بعباره اخرى الجامعه زادت شكبت على الـ على الـ على المرفق العمومي على التلفزه. اه شكبت التلفزه راهي يا ناس راهو مرفق عمومي، راهو كي مش تعطي خدمات للمواطنين ومش تعمل انتاج وباش تأمن نقل المقابلات كل تظاهرات اللي تمس البلاد راهي ماهيش مزية. رانا نخلصوا يا ناس، رانا نخلصوا في حق الإذاعة والتلفزة في فاتورة متاع الضو يا ناس، راهو لازمنا ننقاو بالمرفق العمومي هذا عن أي تجاذبات سياسية. المشكل والإشكال إنه ما بين الجامعة وما بين المرفق العمومي صارت تجاذبات وصار مشاكل كبيرة. الجامعة بطريقة غير مباشرة شكبت وأظهرت للمواطنين إنها على استعداد باش تأمن نقل. وين نقول لكم لهنا والله صدقوني ما نحبش نكون بيسيميست ومتشائم برشا، ما نعرفش علاش حاس مش تعدى الشامبيونا. باه اذا ما تعدتش الشامبيونا رسميا توا حصريا لحظه عدوك انا هكا عندي سونساسيون اللي ما فيصير مش يطلعوا بمشكل اخر تاع تجاذب اخر اي حكايه. غدوه تصحيح الكونتراتو نكملوا الكونتراتو حصريا المقابلات السبب. عندك النادي البنزرتي هلال الشابه وملحمة مسوسة ملعب التونسي النادي صفاقسي الترجي واتحاد التطاوي نجم الساحلي على بلاتفورم ديوان سبور. ان شاء الله نهار السبت بداية من ماضي ساعتين حصريا ومجانا، هذه بطبيعة من توا هاوكا الناس اللي تحب تعمل انجسترمون على بلاتفورم ديوان سبور.